الشاهد العيان عندنا بالمجلس الله يحفظه ويطول بعمره الدكتور دكتور ميثم أبو الياس، هو بنفسه ينقل للدكتور. جابوا إلى مريضة، المريضة هذه عندها تورم في المريء، سووا إلها التحاليل، الأشعة تبين بأن عندها كانسر في المريء، سرطان أجرنا الله وإياكم في المريء. زين، وهذا السرطان خلى المريء يتورم بحيث قناة المريء صارت ضيقة من كثر الورم، صارت ضيقة، فمن تاكل الأكل ما ينزل. إيه، جابوها إلى الدكتور الله يذكره بالخير ويسلمه ويطول عمره مثل ما ينقل لنا. الآن هي بعد مصابة بالكانسر، العلاج طريقين، طبعا مو علاج وإنما تخفيف، إما أنها تتعرض إلى العلاج بالكيماوي وهي كبيرة السن فما تتحمل، شوية يكلف عليها، أو أنه يجيبون قطعة يسمونها دعامة. الدعامة شنو؟ مثل الحلقة، ينزلونها في المريء ويخلونها عند مكان التورم الضيق فتفسح شوية المجال بحيث من تاكل الأكل ينزل بشكل طبيعي. يعني مجرد دعامة ليس إلا، مو علاج، لا، توسعة لقناة، مو هالشكل دكتور، توسعة إلى قناة المريء، وإلا مو علاج للكانسر، باعتبار أنا مرة كبيرة وما تتحمل وضعها، ما يستحمل العلاج بالأشعة أو بالعلاج بالكيماوي، فأهلها قالوا لا خلوا هذه الدعامة، حطوا لها الدعامة وراحت. ومريض الكانسر يعني إلى مدة محدودة يعني حتى يستفحل فيه المرض ويغادر الدنيا وتخرج روحه، فهي بعد خلاص رخصوا حطوا لها الدعامة وطلعت. عقب سنة سنة ونص أكثر أقل جابوا المريضة مرة ثانية، يعني بهالمدة ما فارقت الحياة. ليش؟ عدها ألم في البطن، فالدكتور هو نفسه ينقل يقول أنه أجرى إلها منظار، شاف بأن الورم الموجود في المريء مو موجود، المريء طبيعي مثل مريء أي إنسان عادي. زين، هاي الدعامة اللي خلوها وين؟ أثاري من راح الورم، المريء صار اعتيادي، صار مجرى طبيعي، فهذه الدعامة طاحت. وين طاحت؟ طاحت في المعدة، وقامت تجرح في المعدة، حست هذه المريضة بالألم. فالآن هو الدكتور الله يذكره بالخير يقول احنا مو قصة الدعامة اللي طاحت هذه نطلعها، بس وين الورم؟ وين الكانسر؟ يعني معقولة احنا قبل سنة ونص كنا مشتبهين ما فيها كانسر؟ هل كان تشخيصنا خطأ؟ جابوا التحاليل، جابوا الأشعة، جابوا الفايل، لا، مصابة بالكانسر، والمفترض أنه بعد ما تطول، الآن من غير أدوية، من غير علاج، من غير شيء، الورم والكانسر راح. ويوم رجع المريء طبيعي طاحت الدعامة في البطن، فهم طلعوا الدعامة طبعا يعني، والمرة سليمة قامت ما بيها شيء. الآن الدكتور يسأل بنتها، بنت هذه المريضة، هذه شنو، شو مسوية، شعدها شنو، مثلا من مقام، من منزلة؟ كانت أبدا امرأة عادية. زين، شو سوت؟ لا تقوم بشيء، فقط عدها السبحة والقرآن، تذكر الله وتصلي على محمد وآل. ذكر الله والصلاة على محمد وآل محمد وقراءة القرآن روح هذا الكانسر.